تغطية حاجات المدارس الابتدائية بالطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث القادمة هو ما أكد عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي خلال تدشينه مجمعا مدرسيا نموذجيا ببلدية بوداود بغليزان. هدفنا في هذه الثلاث سنوات القادمة كل مدارس الابتدائية اللي موجودة عبر التراب الوطني تجهز بوسائل الطاقات المتجددة وخاصة طاقات شمسية. هذا راح يخلينا نربح ملايير وملايير وملايير من ميزانية البلدية ونوصل لكل التجهيزات العمومية اللي هي موجودة عبر التراب الوطني أنها تسير بالطاقات الشمسية وهذا يدخل في إطار استراتيجية اللي أقرها سيد رئيس الجمهورية بالنسبة لاستعمال الطاقات المتجددة. وعند وضعه حيز الخدمة لمشروع تحويل مياه البحر إلى غليزان انطلاقا من وهران أكد وزير الداخلية أن الإنجازات المحققة عبر البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية تضع خدمة المواطن على رأس الأولويات. في كثير من الحالات ننساو سنوات التسعينات وكل هذه المنطقة الغربية وهذه المحطات نتاع التحلية وهذه المضخات وهذه القنوات وهذه كل هذه الاستثمارات هو تحدي من بين العديد والعديد من التحديات هذه نقولها اللي يشكوا في نفوسهم ويشكوا في هذه التحدي التنموية لأن السيد رئيس الجمهورية رفع على نفسه وجسد هذه السياسة التنموية التي تضع المواطن الجزائري في قلب كل الاستراتيجيات التي أقرها ومن بين هذه التحديات اليوم نعتز كجزائريين ونفتخر كجزائريين بأن عبر التراب الوطني وبإمكانيات مالية ضخمة أصبحنا بلد مؤهل في مجال تمويل مواطنيه بالمياه الصالحة للشرب. خاطر الناس تكلم على هذيك السياسة السياسوية ولكن احنا علمنا السيد رئيس الجمهورية نتكلم عن السياسة التنموية عن السياسة اللي تهم المواطن عن السياسة الجوارية التي تستمع لانشغالات المواطن وعن السياسة التي تضع المواطن الجزائري في قلب تحديات. وضمن محطات زيارة مركب النسيج تيال الذي يعد ثمرة شراكة جزائرية تركية.